كريم فتح الله يعني احد نجوم نادي غزل المحله، ويمكن النهارده مباراه مميزه ليك وانت احد الخبرات السابقه في الدوري الممتاز. يعني كلمنا النهارده عن مباراه النهارده اللي كان يمكن انتوا عليكم انت واللعيبه الثانيه برضو من الدوري الممتاز، بيبقى ليكم طابع خاص في الملعب. بسم الله الرحمن الرحيم، احب اسلم على الضيوف الاول في الاستوديو. الحمد لله النهارده كابتن عبد اللطيف وكابتن ربيع طبعا نجوم مصر، يعني احب اسلم عليهم. والحمد لله النهارده طبعا انت عارف انت الماتشات دي بتعتبر ماتشات كؤوس يا كابتن خالد، في حاجات بتتقلق بتنفذها. لا فرقه كبيره طبعا، فرقه ابو قير برده صاعده من المجموعه الثانيه وكان عندها امل ان هي تبقى موجوده، بس الحمد لله الماتش جاي خلاص بقى ماتش كاس بالنسبه لنا، اللي هيكسب فينا هيصعد. ربنا كرمنا النهارده ووفقنا الحمد لله، قدرنا ننفذ اللي كان مطلوب مننا وطلعنا من النتيجه اللي احنا عايزينها. برده ربنا كرمنا في النتيجه بتاعه الماتش الثاني، ان شاء الله نقدر بقى الماتش الجاي نخلص ونطلع دوري ممتاز، وهو ده الوضع الاساسي بتاع فريق غزل المحله. يعني ممكن الظروف اللي كانت حصلت السنه اللي فاتت او انت عارف بيبقى في حاجات كده بتحصل غصبا عن اللعيبه، ان شاء الله يعني بقى وضعنا الاساسي ان احنا نرجع تاني للدوري الممتاز على اساس اسم اللعيبه واسم النادي والكيان اللي احنا بنلعب فيه. ان شاء الله السنه الجايه نكون موجودين. التوفيق يا كريم مبروك. ربنا يخليك كابتن خالد، تسلم. شكرا كابتن عبد الناصر، يعني دي كانت لقاءاتنا بعد المباراه، والان عوده سريعه ليك.